أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ضم تشكيلها أغلبية ومعارضة لضمان التنوع في الخبرات والتخصصات، وطلعت على برنامج الحكومة بدقة وتمعن. وخلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة بدراسة برنامج الحكومة، أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن المجلس لم يلي جهد في سبيل القيام بمهامه الدستورية المنوطة به لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه. واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبية ومعارضة. ذلك التشكيل الذي ضمن مزيدا من التنوع في الخبرات والتخصصات. واطلعت اللجنة بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، حيث شهدت اجتماعاتها حضور السادة الوزراء ونوابهم، مما أتاح نقاشات معمقة حول كل تفاصيل البرنامج لضمان فهم شامل ودقيق لكل جوانبه. وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقة وتمعن، متخذة من الشفافية والإخلاص منهجا لها.